احنا عندنا موهبة عظيمة اسمها ابراهيم عادل، يعني كلنا عارفين ده نجم النجوم ابراهيم عادل، واحتمالية ان الراجل يحترف في ختافي، وعيشنا مع الراجل سسبنس 24 48 ساعة كده، هيروح ختافي هيمضي هيحصل فجأة، لقينا ابراهيم عادل هيحترف، وبعدين ما حصلش الاحتراف، وكنا شايفين ابراهيم متألق امبارح ضد نادي الزمالك. عندك فكرة ايه اللي عرقل الصفقة دي، او ايه اللي ممكن، وختافي فعلا لأي مدى كانوا مهتمين ومتمسكين بابراهيم عادل؟ انا اتكلمت مع ابراهيم قبل الاولمبياد تقريبا وتناقشنا في الموضوع ده، وابراهيم بصراحه موهبه انا شايفها من المواهب الخارقه هنا في مصر ما شاء الله عليه، ويلعب في الليجا مستريح عادي جدا، وفي الدوري الانجليزي طبعا. بس في برضو بغض النظر عن ابراهيم، عقليه اللعيب المصري برضو انا بحس ان هي لازم دايما حد يبقى شغال معاه عشان يعرف يمانج البروفايل بتاعه، اوكي، ويعرف يخلي امتى تطلع تتكلم في الميديا، امتى تطلع تتفاوض مع النادي. ابراهيم كان شغال مع شركه بس في اوقات كتير كان هو اللي بيصطدم باداره النادي مش الشركه، والشركه دي عشان كمان اجنبيه مش حد مصري. فمش دور اللاعب هنا ان هو يقعد على الترابيزه ويتفاوض مع اداره النادي ويقول لهم اعملوا لي الورقه الفلانيه وانا عايز اطلع، صح، والعرض، صح، والكلام ده كله. مليون في الميه. فانا شايف ان من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي عقليه ابراهيم طبعا حته ان هو اللي كان بيتعامل بيتكلم، وحتة المبالغ طبعا الكبيرة اللي إدارة النادي بتطلبها، مع إن إبراهيم كان جاي له إعارة وفيها بند شراء بعد كده، بس هم برضو حتى في الإعارة بيبقوا عايزين رقم كبير، وبالمناسبة ده حق النادي. يعني إحنا دايما أي لعيب بنيجي نشتغل معاه وإحنا هدفنا الأساسي مصلحة اللعيب مع إفادة النادي، صح، لأن أنا ما ينفعش كأبقى نادي أبقى عندي لعيب أقعد أربيه من هو عنده 10 11 سنة وأدي له كل الحاجات ديت لغاية ما يتم 18 سنة ويجي يتباع لاي نادي بره في اوروبا وانا ما بقاش استفدت منه، فهو لازم برضه يبقى ليه استفاده. انا مش معترض، بس انت متخيل ان انا النهارده يعني بفكر انا عندي لعيب زي ابراهيم عادل هيطلع اعاره باكس، وبعدين ان شاء الله يبقى اوبشن تو باي، الراجل اشتروه، يجي لي منه اعاده بيع وحقوق رعايه، ده يعني ده لغايه مش عارف سنه او لغايه امتى، كان بيقول لك لسه المقاولين بياخد فلوس من محمد صلاح. بس هو في كام ترانسفير يخليك تاخد من، يعني لو ابراهيم مثلا او اكس من اللعيبه راح انتقل من نادي لنادي لنادي، لغايه امتى النادي الاصلي يفضل ياخد فلوس؟ لا، ما هي ما تتحسبش كده. طيب وفي طبعا ناس كتير قوي بتقول ان موضوع محمد صلاح المقاولين بياخدوا النهارده لغايه فلوس منه من حق الرعايه. لا، هو حق الرعايه ده بيدفع خلاص من اول ترانسفير تمام. أوكي. في حاجه اسمها السوليداريتي بعد كده اللي هي بدل تدريب، ماشي، اي نادي ساهم في ان اللعيب ده يتطور ويتأسس ويطلع من اول 12 سنه لغايه 21 سنه بيدفع بنسبه معينه على حسب تصنيف النادي اللي هو رايحه في الفيفا والكلام ده عظيم. كله. فالمقاولين لغايه النهارده بياخد من القصه من السوليداريتي دي بالظبط، اوكي، مش من الحق الرعايه بتاع اللعيب. فبس هنا في قصه ابراهيم لا طبعا هو النادي المفروض يبقى فليكسبل اكتر من كده، واللعيب المفروض يبقى معاه حد بروفيشنال بيعرف يتفاوض ما بين النادي في اسبانيا والنادي بتاعه في مصر. وعلى فكره مشكله اللعيبه المصريين دايما كده، ان لو هو شغال حتى مع شركه اجنبيه الشركات الاجنبيه ما بتعرفش تتعامل مع ادارات الانديه، ما بيبقوش عارفين هم بيفكروا ازاي ولا هو عايز ايه، فالتفاوض ما بينهم بيبقى صعب شويه. بص انا بصراحه بشوف، انا معاك مليون في الميه في الجزء ده، ان احنا محتاجين نبقى اولا مرنين اكتر في موضوع اللعيبه، محترفين اكتر في موضوع التفاوضات بالنسبه للانديه الجماهيريه، ونبقى مرنين اكتر وما نستجبش لضغط السوشيال ميديا، صح. وان لو عندك نجم صغير في السن سيبه يحترف. يا عم سيبه، ده امبارح محمد عبد المنعم بيلعب قدام مصطفى محمد، ويعني محمد الضغط اللي كان على عبد المنعم امبارح لعب جيم ممتاز ممتاز بالمناسبه، فالضغط واحده واحده، الناس فاكره كمان ان انت طالع من هنا نجم جامد قوي يا مصطفى، فهتروح هناك هتكسر الدنيا من اول يوم. وعلى فكره دي مشكله كبيره برضو من ضمن اللعيبه كتير اللي بتجي لنا هناك او بنشوفهم، ان هو اول حاجه انا بقعد مع اللعيب اول ما بنبتدي تشتغل معاه في مصر، هو انت مطلوب منك ايه كلاعب كوره عندك 17 سنه ولا 16 سنه؟ مش مطلوب منه ان هو يكسب ولا يخسر، النتائج دي اخر حاجه هم بيبصوا لها بره. تعرف يا اسلام، بره المدرب بالذات في قطاع الناشئين بيتحاسب اخر السيزون بايه؟ ما بيقولوش انت كسبت دوري ولا كاس ولا كسبت ايه، انت طلعت كم موهبه للفريق الاول، وطلعت كم موهبه اتباعت لحته بره دخلت حاجه للنادي. فهو ده المقياس او الترمومتر بتاعهم بره، مش انت كسبت ولا خسرت. عشان كده اللعيب بره بيجي هو بيخسر بتحس ان هو مكتئب، فبنتكلم معاه انت بيخش اللوكرز بعد الماتش يلاقي المدرب بيضحك وبيسلم عليهم ويخلصوا يروح يتعشوا مع بعض. فكان بيجي لنا ساعات كومنتس من اللعيبه، ده النادي ده ما عندوش مبالاه. لا، هو النادي ده مش فارق معاه، بيخسروا عادي على فكره، هو في مرحله دلوقتي انا بتعلم وبتطور وباخد كل حاجه في جوانب الكوره بتاعتي، مش مطلوب مني ان انا اكسب الدوري ولا الكاس ولا الكلام ده كله. وده بيحط ضغط على اللعيبه كبير جدا من هم في سن صغير. اوكي،
لعيب بامكانيات ابراهيم عادل اكس ابراهيم عادل تمام. لعيب دولي بيلعب في نادي كبير منتخب اولمبي لعب اولمبيكس بيلعب مع منتخب مصر لسه مسجل جون عالمي من في الماتش بتاع موريتانيا. هو الناس في الليجا في اسبانيا يعني تحديدا بيبصوا بره اللعيبه دي تقييمه ايه. يعني احنا مثلا 5 مليون دولار هو اكيد يوم سقف. ما هو برضه بيجيب مواهب زي ما انت بتقول من امريكا الجنوبيه ما هي دي وممكن الفكرة. يروح من شمال افريقيا وممكن يروح يجيب لعيب افريقي ب 400 الف دولار مثلا. يعني انا مش عارف احنا اللي بنبالغ قوي في تحديد اسعار اللعيبه. يعني ايه الكرايتيريا اللي تخليني اقول اسلامي يساوي كذا مصطفى يساوي كذا بلس واحد؟ لا الكرايتيريا طبعا اول حاجه مثلا عامل السن. ما هو ابراهيم موهبه خارقه وكل حاجه بس برضه هو مش صغير يعني مش 18 سنه طبعا. فهو برضه النادي بره مش هيقوم دافع فلوس كبيره في لعيب قد كده. وهم كمان عندهم حته ان انا عايز اجرب اللعيب الاول اشوفه هيعمل ادابتيشن ولا لا. فدايما بيفضلوا حته الاعاره الاول عشان يجربوه حته الموهبه بتاعته الفتنس بتاعه عامل ازاي عقليته عامله ازاي. كل دي كراتيه بتخليه يحدد اللعيب وفي نفس الوقت ليهم برضو سقف رواتب معينه بيحددوا بيه. السالاريز دي بتختلف من دوري للتاني وبتختلف من نادي لنادي. الانديه اللي فوق مش زي الانديه طبعا. اللي في الاخر تحت بتدفع. بس الحاجه الكومن هنا ان الناس دي بيتعرض عليها كواليتي لعيبه مليون في الميه احسن كمان من اللي عندنا وتقريبا ببلاش. فهو ليه يروح يدفع مليون ونص ولا 2 مليون في لعيب مصري؟ طب ما هو هيجيب نفس البوزيشن بنفس الكواليتي واحسن ب 300 400 الف صح. هو بالنسبه له ببلاش. بس وللاسف احنا عندنا مبالغه رهيبه في موضوع اسعار اللاعبين خاصه لما بيجوا يحترفوا. اتمنى ان احنا نبقى عارفين زي ما مصطفى قال كده الكريتيريا او الترمومتر اللعيب بتاعي يساوي كام بناء على 1 و2 و3 و4 فاطلب ده زائد شويه اكسب فيه وعندي بعد كده بقى حاجات كتيره جدا زي اللي شرحناها مع حضراتكم.